السيد البشري من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العلي العظيم أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ونواصل الحوار مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، وفي هذه الحلقة إن شاء الله وما يليها نتناول بعض المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية. فإننا في زمان يزعم فيه بعض الناس أن الإسلام دين بلا دولة، وبعض الناس قد يردد بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وقد غفل هؤلاء جميعا عن قول ربنا جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. فنريد في هذه الحلقة إن شاء الله أن نتناول بعض المفاهيم والقضايا المتعلقة بالدولة في الإسلام، ونبدأ سماحة الشيخ بشبهة يطرحها بعض الناس. يقول: كلمة الدولة أصلا لا وجود لها في القرآن ولا في السنة، وإنما الذي في القرآن كلمة دولة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فما الجواب عن مثل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السياسة لها خطرها ومكانتها وتأثيرها، فهي مؤثرة على كل ما سواها، مؤثرة في عقائد الناس وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، مغيرة لمناهجهم، جرة قلم من السياسة تقضي على كل ما سواها في مختلف المجالات. صحيح. وهذا الدين جاء من عند الله سبحانه وتعالى، لا من عند أنفسنا. نعم. والله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير جل جلاله، وهو يقول عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. فهو يعلم مصالح عباده ويعلم مآلات الأمور ما تؤول إليه. فالذي يريد أن يعطل بعض الأحكام الشرعية ويقول نظرا للمآلات، هو لا يعلم المآلات، والرب الذي خلقه وشرع هذه الأحكام هو الذي يعلم المآلات. نعم. ما يتعلق بالسياسة بالخصوص، لا بد من بيان أن الإسلام لا يقبل أن يقبل بعضه وأن يرد بعضه. نعم. فإن الله نعى ذلك على اليهود ورده عليهم، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نعم. وهذه التجزئة إنما كانت من شأن المشركين في الجاهلية، الذين كانوا يقولون هذا لله وهذا لشركائنا. نعم. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. نعم. وتسمية السياسة دولة، هذا فعلا من المحدثات، من الأمور الجديدة، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. مثل تسمية ما يتعلق بالمال اقتصادا، وما يتعلق بال التعليم ثقافة ونحو ذلك، هذه مصطلحات جديدة ولا حرج في استعمالها. فلم يرد في القرآن ذكر الدولة بهذا الاسم، ولم يرد في صحيح السنة كذلك حسب علمي ذكر هذا، لكن جاء معنى ذلك. فإن القيادة والأوامر القرآنية التي تتعلق بالدولة لا تأتي بصيغة الأمر المفرد، لا تأتي أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تأتي بصيغة الجمع. فالدولة لا يمثلها فرد. ف
فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحدود مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا، ولم يقل فاقطع. وقال: الزانية والزاني فاجلدوا، ولم يقل فاجلد. وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، ما قال أن تقتلهم أو يصلبوا، فاجلدوهم 80 جلدة، ولم يقل فاجلدهم. وكذلك في أمور الحرب إعلانها، الأمور العامة: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكذلك في العلاقة بالدول الأخرى، العلاقة بين المسلمين والكفار: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله. وكذلك الشأن العام داخلي، ترتيب العلاقات بين المسلمين والوافد إليهم من غير بلاد المسلمين. قولوا يا أيها النبي، يقول يا أيها الذين آمنوا: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، وإن طائفتان، وقال في الشأن العام: فأصلحوا بينهما. أصلحوا، هذا أمر الأمة. فقاتلوا التي تبغيك، قاتلوا التي تبغيك. وكذلك في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ونحو هذا من الأوامر السياسية التي فيها سياسة للرعية والأمة، إنما تأتي بصيغة جمعية في القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في كثير من الحديث بالأخص عن المستقبل تأتي بالصيغة الجمعية: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، لم يقل يكون فيكم النبي. فهذه دولة نبوة بنبيها وبالوحي المنزل إليه وبأصحابه وبالمجاهدين. تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. وقال: الخلافة بعدي 30. وقال: حتى يقوم 12 خليفة كلهم من قريش. وقال في ذكر الأمراء في آخر الزمان: إنه يستعمل عليكم أمراء يكثرون فيكثرون، ففوا ببيعة الأول فالأول. وقال: إنه يستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض وليس مني ولست منه. وكذلك ذكر القيادة في قريش، وذكر الغيلمة من قريش الذين هلاكوا أمتي على يدي وغيلمة من قريش. يعني المقصود بأنه الدولة إذا كانت غير موجودة مرادفاتها موجودة، مرادفاتها وما يتعلق بها من أحكام فصلتها، يعني الإمارة والخلافة والإمامة ولوازمها أيضا. في مقابل ذلك الطاعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وكذلك ما يتعلق بالبيعة وما يتعلق بالجماعة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس من نفسه والتارك لدينه المفارق للجماعة. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والأحاديث في الباب كثيرة جدا. هو كلامكم الآن عن السياسة بجرد قلم قد تهدم يعني شيئا كثيرا، يذكرني بكلام ابن تيمية رحمه الله: لأن أعظم الناس حسنات الملوك، وأعظم الناس سيئات الملوك. نعم، لأن تأثيرهم هو كذلك لأن كما قال الإمام الشافعي: صنفان من الناس إذا صلحا
صلاحة الأمة وإذا فسدت فسدت الأمة العلماء والأمراء. فقد جمعهم الله في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر العلماء والأمراء. والأمراء نعم. نعم. الإمام ابن حزم رحمه الله يقول أجمعت جميع الأمة وذكر الطوائف يعني من أهل السنة والشيعة والخوارج والمرجئة وعلى وجوب إقامة يعني دولة ونصب خليفة يعني تنفذ به الأحكام وكذا. نعم هذا من الإجماعيات المنصوص عليها. نعم. النصب للإمام بشروطه حتم بشرع بالهدى منوطي وأيضا حتى هذا إجماع الإنس والجن. نعم. حتى الأمم الكفرية ما تستقيم لا الناس فوضى. أي نعم هذا ما قاله الأفوه الأودي. نعم. قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة. سبحان الله. قلوا لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جحالهم سادوا والبيت لا ينبني إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترس أتادوا. نعم. وعبد الملك بن مروان رحمه الله يقول لأولاده في وصيته إن فض غائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسودي إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. نعم. واللفظ الدولة نعم لم يأتي صريحا في القرآن لكن قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. فيوم لك ويوم عليك وهذا هو نفس الدولة أيضا في المال. نعم. لأن المقصود بها قد يغتني فقير وقد يفتقر غني. وغني. نعم. نعم. والدولة كأن الحكم لأنه متداول. نعم. بين الناس لا يدوم لأحد. نعم. نعم. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. نعم. طيب سماحة الشيخ ما هي الشروط الواجب توافرها شرعا في من يكون على رأس هذه الدولة من خليفة أو رئيس أو ملك أو أمير على اختلاف هذه لا بد أن ندرك أولا. نعم. أن الناس جميعا خلقوا سواسية ليس فيهم ملك ولا أمير ولا رئيس ولا نعم. خليفة. نعم. لكن الله يخلق ما يشاء ويختار ولذلك قال سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فالملك لله جل جلاله. نعم. والله يولي بعض الناس على بعض. نعم. وهذه التولية مؤقتة ولا بد أن تكون في نطاقها المقصود فقد ولى الله إبراهيم جعله إماما للناس. نعم. بعد امتحانه. نعم. فلما نجح في الامتحان كان جائزته الإمامة. الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نعم. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فمن كان ظالما لنفسه أو لغيره فهو خارج من الشرط. نعم. وولى الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. وقال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. نعم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. نعم. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. نعم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. فولاه الله سبحانه وتعالى على الأمة. نعم. بأمر الله لا بوراثة عن أب ولا جد بل إن الله نصره نصرا مبينا فمات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو ابن 4 سنين. نعم. ولم يكن له أخ ولا أخت ومات أولاده ذكور صغارا قبل الحلم. نعم. ومات جده الذي كان يحبه وهو
ثمان سنين. ومات عمه الذي كان يدافع عنه في وقت الحاجة إليه. فكل ذلك يدل على أن الأمر من عند الله، وأن توليته من عند الله، وأن نصره من عند الله، ومن نصر إلا من عند الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة هي دولة العدل، وهي دولة المصلحة، وهي دولة الرعاية لأمر الله ولحقوق عباد الله، وليس فيها ظلم لأحد، ولا استئثار على الناس، ولا أثرة عليهم، ولا احتجاب عنهم. وبين أحكام ذلك. بين اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، وكذلك فاحتجب عنهم، احتجب الله عنهم نعوذ بالله يوم القيامة. وكذلك الحديث في قضية الاختيار والتولية، لأبعثن معكم رجلا أمينا جد أمينا. فأخذ بيدي أبي حذيفة أبي عبيدة من الجراح. وكذلك أمره لا يخرجن ثلاثة في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. ونحو هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامته لهذه الدولة لم يترك أي جانب من جوانب عمل الدولة، عمل السياسة، إلا بين فيه كثيرا من القواعد والأصول المرنة التي تصلح للتطبيق في كل مكان وفي كل زمان، وهي الإسوة والقدوة الصالحة. فإن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولهذا فالذي يتولى الشأن العام للمسلمين رئيس الدولة العظمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بعده هو خليفته، لأنه هو سمام الخلفاء وقال: الخلافة بعدي 30، وقال: حتى يقوم 12 خليفة. وخروج الدجال خروج المهدي عند موت خليفة. فذكرهم خلفاء سواء في الخلافة الأولى أو في الخلافة الثانية، فهم خلفاؤه أي الذين يخلفونه في أمره. ولذلك عرف العلماء الإمامة بأنها نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. أي بالدين. هي نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. ولهذا الأمير طاعته من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس له طاعة مستقلة عن طاعة الله ورسوله. إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. فالطاعة لله ولرسوله. ما يناله الأمراء والقادة من الطاعة هو من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. لذلك يشترط في من يتولى هذه الخلافة 10 شروط هي المنصوصة فقها. الشرط الأول: أن يكون مؤمنا. فالكافر لا ولاية له على المؤمنين. ولا يمكن أن يكون نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة شرع الله ودينه. فهو لم يقيم شرع الله على نفسه، فكيف يقيمه على غيره؟ صحيح. هذا يتصور منه أن يحرس الدين ولا أن يسوس الدين، بالعكس هو كافر. فهذا يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد. فلا إمامة له أبدا. حال من الأحوال. الشرط الثاني: العدل. فالظالم لنفسه أو لغيره لا يكون إماما، لأن الله استثناه، قال: لا ينال عهد الظالمين. الشرط الثالث: أن يكون مجتهدا في الدين، صاحب علم بكل أموره، لأن الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يقل لعلموه جميعا. لا بد أن يكون عالما، عارفا بطرق استنباط الأحكام وبالأدلة وبأقوال أهل العلم في المسائل. يكون مجتهدا في دين الله. الشرط الرابع: أن يكون حرا. فالمملوك المغلوب على أمره لا يمكن أن يتصرف في ماله هو ولا فضلا عن غيره. ومثل ذلك الصبي غير البالغ. فإنه لا يمكن أن يكون. البلوغ شرط والخامس. كذلك الذكورة. فالمرأة يعتريها كثير من الأحوال التي تمنعها من ذلك. في حال لا تستطيع أن تؤم الناس أصلا في الصلاة، وهي الإمام الصغرى، وهي الصغرى فرع عن الكبرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فجعل المعيار
معيار منع الخروج على الأئمة هو ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم. لا ما داموا في رواية ما صلوا. ما صلوا. نعم. ما دامهم يقيمون الصلاة فينا فلا نخرج عليه. فلا نخرج عليه. نعم. فمن لا يستطيع أن يقيم الصلاة فينا، لا يستطيع أن يقف على المنبر ويخطب، ولا يستطيع أن يتقدم في المحراب ويصلي، لا يصلح لهذه الإمامة. نعم. ولذلك لن يفلح قوم ولو أمره امرأة ليست نهيا. نعم. نعم. وخبر. هي خبر. نعم. ولكن ظن الذين ظنوا أن المرأة تصلح للإمامة للشيخ محمد الغزالي المعاصر. نعم. ظنوا أنه لم يرد في هذا إلا هذا الحديث. ولكن نسوا أنه ورد في ذلك النصوص الأخرى. نعم. التي ذكرناها. نعم. والنبوة نفسها ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. نعم، لكن إلا رجالا محل خلاف. نعم. أي نعم. هل خلاف هل يشمل يسير. هل نعم. يشمل ذلك جميعهم؟ وهل الرجولة هنا المقصود بها ذكورة أو غير ذلك؟ نعم. ولذلك اختلف في مريم. نعم. وفي حواء وفي حواء. أيوة. اختلف في مريم وحواء. نعم. بين النبوة وغيرها. نعم. والسيوطي رحمة الله عليه ذكر المختلف فيهم بين أهل السنة. نعم. قال: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين، حواء، مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. لكن عموما المقصود أن المرأة لا تصلح لتدبير مثل هذه الأمور، تدبير أمور الجيوش قيادتها، فقد تكون ذات مانع يمنعها، وهي في ذلك الوقت لا شك أنها مثابة المريض الذي لا يستطيع أن يؤدي كثيرا من الخدمات والأعمال. نعم. وكذلك عاطفتها تمنعها من كثير من القرارات الحاسمة. نعم. في أوقاتها. كذلك الشرط أن يكون متصفا بالعقل والسمع والبصر والكلام، سلامة الأعضاء. فالفاقد لذلك. نعم. لا يمكن أن يكون قائدا ولا قائما بهذا الأمر أبدا. نعم. لا يصلح للإمامة الصغرى ولا يصلح أيضا للكبرى. صحيح. لهذا لا بد أن يكون الإمام صاحب عقل. فالمجنون والمعتوه وناقص العقل والسبيه لا يصلح لهذه الإمامة أصلا. نعم. وكذلك سلامة الأعضاء كما ذكرت. نعم. وإن كان بعضها ليس شرطا في الإمامة الصغرى، فالبصر مثلا ليس شرطا. صحيح. في الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ولى عبد الله بن أم مكتوم. نعم. في بضعة عشرة غزوة على المدينة. نعم. لكن المقصود هنا القدرة على ما حمل مباشرة الأمور. إيه، فمن لا يستطيع، من لا يقدر على هذه الأمور، الإمامة ليست مقصدا وإنما هي وسيلة لإقامة الدين. نعم. فإذا كانت الوسيلة لا تؤدي إلى المقصد لم تشرع، الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. صحيح. الشرط التاسع نسبي، وهو أن يكون من عصبة تؤثر في الناس، وقد كان هذا في الصدر الأول إجماعيا. نعم. في قريش. نعم. ثم بعد ذلك جاءت أحاديث في ذكر فضل قريش، وهذا الفضل يقتضي أن يذعن لهم من سواهم. نعم. لكن محله عندما تكون الأنساب مدققة ومعروفة. نعم. ويكون الناس يستسلمون لقريش. نعم. وهذا الاستسلام لقريش. كأنكم ترون بأن هذا الشرط ليس مضطردا في الزمان وفي كل زمان ومكان، هو شرط في الخلافة القرشية. ولكن هل هو شرط في السلطنة والإمام والملك الجبري والملك العاض؟ هو شرط في الخلافة اللي كانت في أول الزمان أربعة خلفاء كلهم من قريش. نعم. الخلفاء الذين في آخر الزمان 12 خليفة كلهم من قريش. كلهم من قريش. نعم. ما بينهما من السلاطين فيهم من قريش وفيهم من غير قريش. فيهم من قريش في الملك الجبري، الملك العاد، مثل بني أمية وبني العباس. العباس. نعم. وفي الملك الجبري أيضا الآن بعض، ليس الآن لدينا خلافة. صحيح. أصلا ما يوجد مسؤول للأمة كلها يقول أنه المسؤول عن شأن. لا يوجد من ادعاها لنفسها، مجرد دعوة. لا تنفع الدعاوى. نعم. هذه القضية قضية. نعم. النيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة كلها. نعم. فلذلك بعض الناس بعض الأحيان يسمعوني أقول أنه لا توجد خلافة اليوم، فيظن أن معنى ذلك أنه لا يوجد حكم أصلا. أي نعم. أيه. وهذا غير صحيح. نعم. والمقصود أن الحكام اليوم كل حاكم له حدود، له إقليم. نعم. إقليم محدد له حدود محددة. نعم. وهي هذا الإقليم يحكمه هذا الحاكم. نعم. لكن لا يوجد أحد يكون حاكما للأمة الإسلامية. طيب فضيلة الشيخ، الشرط العاشر ما هو؟ الشرط العاشر أن يكون وجه اختياره وجها شرعيا. نعم. فإذا وصل بالتغلب والقهر
أو كانت طريقة بيعته بالإكراه، فهذا ليس وجها شرعيا للتولي. سبحان الله. فالتولي إنما يكون باختياره من غير إكراه، باختيار أهل الحل والعقد من المسلمين له، فهم يولونه على التصرف في حقوقهم، نعم، وأموالهم وفي أمور دينهم، ويختارون لذلك من يتولاه. ولذلك قال المهاجرون والأنصار: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. نعم. في أبي بكر الصديق. سنرجع إلى فتوى مالك: ليس على مستكره طلاق. أي نعم. نعم. فلذلك لا بد أن يكون وصوله للحكم بطريقة شرعية. نعم. لا عن ميراث ولا عن إكراه. نعم. فإذا كان عن ميراث أو إكراه لم تنعقد له الخلافة. طيب، والعدالة. العدالة ذكرناها، هي الشرط الثاني. لا، أنت ذكرت العدل والعدالة معا. العدل والعدالة تندرج في تندرج في العدل. نعم. جزاكم الله خيرا. فهذه الشروط الاتفاقية تقريبا ما عدا القرشية التي ذكرناها، والقرشية بقية من الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا. نعم. هذا الاصطفاء سابق. نعم. وقد بينه الله في كتابه فقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم. قال لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. وليس ذلك لبني عمومتهم، حتى قال الشاعر في بني أسد بن خزيمة: وهم بنو عم قريش، هم بنو خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان. نعم. قال: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف، قريش أؤمنوا جوعا وخوفا، وقد خافت وقد جاعت بنو أسد وخاف. نعم. فهذه قضية قدموا قريشا ولا تقدموها، ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه مذنان. نعم. هي قطعا في الخلافة هذا لا نرتاب فيه. نعم. لكن فيما سوى ذلك هو محل البحث. نعم. وهو الذي ذكره ابن خلدون رحمة الله عليه في أن المقصود به حصول العصبية. نعم. التي تقتضي استسلام من الناس، كما قال أبو بكر في السقيفة الأنصار قال: إن العرب لا تذعنوا إلا لهذا الحي من قريش. نعم. لا تدينوا إلا لهذا الحي. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، نبهتم على أن الحكم لا بد أن يكون باختيار من الأمة أو ممن يمثلها من أهل الحل والعقد، وأنه لا يقبل قضية التغلب والقهر والإكراه في هذا الأمر العظيم الذي نيطت به مصالح عظيمة. وهذا يقودنا للحديث عن مبدأ التداول السلمي للسلطة، إن شاء الله نتناوله بعد فاصل يسير، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا من كلام الشيخ حفظه الله بأن قضية إقامة الدولة ليست قضية اختيارية، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، مارس مسؤولياته كحاكم للدولة، والله جل جلاله خاطبه في القرآن بمسائل الحكم فقال له: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقال له: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وكذلك الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال جل من قائل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سماحة الشيخ، توقف بنا الكلام عند مسألة الجبر والإكراه والعسف في والتغلب في تولي السلطة. قضية التداول السلمي هذه نلاحظها في تاريخ الخلفاء الراشدين. هنا أذكر فقط أن بسم الله الرحمن الرحيم أن الشافعية يذكرون أن التغلب قد يكون وسيلة للوصول إلى الحكم في حق مستوفي الشروط بهذا القيد. نعم. نعم. في حق مستكمل الشروط، هذا لفظ الشربيني في المغني المحتاج وغيرهم
أئمة الشافعية الذين صرحوا بهذه القضية، نعم، أن التغلب يكون وسيلة للوصول إلى الحكم في حق مستكمل الشروط، الشروط العشر التي سبق ذكرها. نعم نعم، فمن ليس مستكمل للشروط لا يكون التغلب وسيلة للحكم في حقه. نعم، الحنابلة من أشد الناس تساؤلا في هذا الباب في قضية التغلب، لكن من سواهم من الأئمة لا، يعني ليسوا كذلك. نعم، فلذلك الوصول إلى الحكم عن طريق الغلبة والإكراه ليس هو الهدي النبوي ولا هدي الخلفاء الراشدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله له نبيا وإنه لا نبي بعدي. وجاء في الحديث الآخر علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وهم هؤلاء الحكام العلماء مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الأئمة، فهم علماء أمته، فهم حكامها يسوسون الناس بالحق. ولذلك جاء بالحديث الآخر ولو عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله. فالقيادة بكتاب الله والحق ليس بالإكراه ولا بالبغي. نعم، ما استرحموا فرحموا. نعم نعم، هذا ما زال لا يزال الأمر في قريش ما استرحموا فرحموا. نعم نعم، فلذلك قضية الوصول للحكم عن طريق الإكراه أو حتى بالحيلة بأي وسيلة من الوسائل لا تنعقد به الخلافة قطعا، لكن هل يكون به الملك الجبري أو الملك، أقصد الملك العاض أو الملك الجبري، هذا محل بحث تاريخي. نعم نعم، الخلفاء رضوان الله عليهم، الخلفاء رضوان الله عليهم جميعا لم يأتي أحد منهم بإكراه ولا بسعي إليها. فأولا كانت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلتة وقى الله المسلمين شرها، كما في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن شورى ومشاورة، وهو لم يرشح نفسه. نعم، هو رشح للأنصار عمر وأبا عبيدة بن جراح، فعدلوا عن الرجلين وبايعه هو، وأول من بايعه عمر بن الخطاب، ثم أبو عبيدة بن الجراح، ثم الأنصار الذي تتابع الناس، ثم بايعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في المسجد، كلهم أجمعوا خلف منهم شخص واحد أو سعد بن عبادة، لأنه كان يرى أن البيعة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. لكن بايعه علي بن أبي طالب بعد ذلك على المنبر بين أيدي الناس في المسجد. نعم، وتولى أبو بكر الخلافة وحمد الناس غب ذلك، فتح الفتوح وأرسل الجيوش وعدل بين الرعية ورد الناس إلى الدين، قمع المرتدين ورد الناس إلى الدين. نعم، ولما مرض رشح للناس خيرهم عمر بن الخطاب. نعم، فلذلك لما سئل قال أقول وليت على أهلك خير أهلك. أي نعم. نعم، فهو رشح لهم عمر بن الخطاب، ولم تنعقد بيعة عمر بعهد أبي بكر أبدا. نعم، إنما انعقدت ببيعة المهاجرين والأنصار له. نعم، في المسجد. نعم، المسجد النبوي عند المنبر. نعم، وهنا لابد أن نذكر المشاهدين والمشاهدات بأن الزمان الأول أيام الخلفاء الراشدين، نعم ليس لدينا صناديق اقتراع وليس لدينا ما يمثل رأي الأمة جميعا، لكن لدينا طبقة من الناس مزكاة بالوحي. نعم، رضي الله عنها فلا تقع ذنوبها إلا مغفورة. نعم، لا ليست معصومة لكن لا تقع ذنوبها إلا مغفورة. نعم، ويجب الإيمان بأنها من أهل الجنة جميعا. سبحان الله، هذه الطبقة منها بقية أهل بدر. نعم، الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هذه الطبقة أيضا الذين بايعوا تحت الشجرة، لقد رضي الله عنه، لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فسكن. نعم، الإيمان في قلوبهم. نعم، لأن السكينة لا يشك صاحبها بعدها أبدا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم، وفي حديث جابر فلما بايعناه نظر إلينا فقال أنتم
خير أهل الأرض. الله. وقبل البيعة المضيق بين الجبلين قال: لا يخرج منه اليوم أحد إلا وهو من أهل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. الله. صاحب الجمل الأحمر هو رجال ابن عنفوة. لا، صاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس. جد بن قيس من المنافقين. نعم، كان منافقا واختفى عن البيعة، وكان يركب جبلا أحمر عند الخروج من المضيق. سبحان الله. فكل من خرج من بين الجبلين ذلك الوقت فهو من أهل الجنة، وكانوا 1500 رجل. نعم. إلا الجد بن قيس وحده. وعمر رضي الله عنه لما طعن، نعم، سمى ستة. هذا سنصل إليها. نعم. لكن المهم أن لدينا طبقة مزكاة وهي أولى من غيرها، فيستسلم لها المسلمون جميعا. نعم. المسلمون جميعا يذعنون للمهاجرين والأنصار الذين زكاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك هذه الطبقة مزكاة لدى الجميع. هذه الطبقة فقدناها فيما بعد. نعم. لكن لم تفقد إلا بعد نهاية الخلافة الراشدة، فلذلك كانت وسيلة للاختيار، لأنك أنت تقول الآن من أهل الحل والعقد من المسلمين. نعم. لكن في ذلك الزمان ليس هذا السؤال واردا. نعم. صحيح. الذين زكاهم الله. نعم. في كتابه وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، معروفون بين الناس بأسمائهم وأسامي. نعم. نعم. فلما بايع المهاجرون والأنصار أهل بيعة الرضوان عمر بن الخطاب انعقدت له الإمامة بذلك. نعم. ولما طعن عمر اجتهد في ترشيح ستة، يعلم أنه بترشيحه لستة أنه لم يحسم الأمر ولم يعهد إلى أحد. نعم. وإنما رشح للمسلمين ستة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض بشهادة عمر. نعم. وهؤلاء الستة تنازل ثلاثة منهم لثلاثة. نعم. وبقي ثلاثة فقط انحصرت فيهم، وهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. نعم. فتنازل عبد الرحمن لعثمان وعلي بشرط أن يكون هو المشرف على العملية الاقتراعية. عبد الرحمن ليس لديه إحصاء دقيق للذين يحق لهم التصويت من المسلمين. نعم. وليس لديه وسائل اتصال يمكن أن يتصل بها بأهل اليمن وأهل مكة وأهل الطائف، مصر والعراق والشام. مصر والعراق والشام كلها. نعم. أمصار إسلامية في ذلك. نعم. الوقت. لكن اقتصر على أهل المدينة. نعم. أمراء الأجناد ومن معهم بقد حجوا مع عمر بن الخطاب، وسبحان الله كان في ذهن عمر أن حدثا ما سيقع، فلم يأذن لهم في الانصراف، فبقيت معسكراتهم خارج المدينة. فاستشارهم عبد الرحمن بن عوف، واستشار عمم الاستشارة في الناس حتى قيل إنه كان يدخل على العذراء في خدرها. في خدرها. نعم. وهذا أصل يخشى الناس في مساجدهم وسواقهم. وهذا أيضا أصل لاستشارة المرأة، وأن لها حقا في السياسة ولها حق في التصويت. نعم. فحتى العذراء في خدرها. نعم. كان يستشيرها. فعبد الرحمن بن عوف أعلن النتيجة للناس صبيحة الليلة الثالثة. نعم. في المسجد النبوي. نعم. ولم يتهمه أحد. صحيح. لأن عبد الرحمن مزكا، كل التزكيات السابقة هو داخل فيها. نعم. فهو من العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وهو ممن شهد بدرا. نعم. ومن أهل أحد ومن الذين بايعوا تحت الشجرة. نعم. إضافة إلى ذلك قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. نعم. وكان هو كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في غزوة تبوك. نعم. لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي وقدموا أسفر، قال بلال لعبد الرحمن بن عوف: نعم. إن شئت صليت بالناس، قال إن شئت أقمت. فأقام عليه الصلاة وصلى الركعة الأولى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى طرف الصف فأحرم فيه، فضرب الناس وأفخاذهم، فلم يسمعهم عبد الرحمن لبعد الصف، الصف طويل جدا. نعم. كانوا 70,000 تقريبا. نعم. من شهد تبوك. نعم. فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ركعة، فلما سلم أوى الناس إليه وقد رأى في وجههم الرعب، فقال: أحسنتم. الله. قرهم على اجتهادهم وقال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. بالنسبة لإمامة عبد الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في صحيح مسلم. نعم. وزيادة وهي: ما كان لنبي أن يموت، صحت أيضا بأسانيد أخرى في غير صحيح مسلم، وهي منقبة لعبد الرحمن، منقبة خاصة. نعم. نعم. منقبة خاصة لعبد الرحمن لأنه زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التزكية الخاصة. نعم. التي تحتاج إليها الأمة يوما ما. نعم. فكان ذلك الله. اليوم. نعم. يوم الاختيار. نعم. فلذلك لم ينتقدها أحد، ولم يقل إنه زور الانتخابات أو ماله. فانتخب
عبد الرحمن بأصوات الناس، عثمان ثم عليا، فانعقدت لهما معا بالترتيب. نعم. فكان عثمان الخليفة، ومكث 6 سنين والأمر ملتئم لا يختلف فيه اثنان. ثم خرج الخوارج بعد ما حصل، والست سنين الأخيرة حصل فيها هذا الاضطراب بخروج الخوارج وظهور الفتنة والغوغائية. نعم. ولما قتل عثمان مظلوما في البلد الحرام والشهر الحرام، تلقائيا انتقلت إلى تلقائيا انتقلت إلى علي، ومع ذلك لم يقبل هو حتى أتاه أهل الحل والعقد من بقية العشرة المبشرين بالجنة. وأول من بايعه طلحة بن عبيد الله، ثم الزبير بن العوام، ثم سعد بن أبي وقاص. فهؤلاء أهل الحل والعقد في زمانه، وهم البقية الثلاثة من 6 شهراء، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، رضوان الله عليهم. فجاءوه فبايعوه في بيته، فخرج للناس. فلما خرج خطب في الناس خطبته، فذكر أنه لا يريد أن يغتصب عليهم أمرهم، وأن الذين بايعوه هم فلان وفلان، فلا يسبقنكم على أمركم، فمن شاء ورضي فليبايع. نعم، يعني جعل الأمر للمسلمين، المسلمين، فبايعه الناس. نعم. فانعقدت له الإمامة بذلك، خليفة المسلمين، خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمين هو رابع الخلفاء الراشدين. سبحان الله، الناس أهملوا هذا التاريخ كله وقالوا بإمامة المتغلب وولاية فهذه الخلفاء. أيضا لما طعن عمر بن الخطاب، وكان ابنه عبد الرحمن عبد الله من صالح الصحابة ومن الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ليس من أهل بدر وقد استصغر يوم أحد، لكنه من أهل بيعة الرضوان، وبايع قبل أبيه. كان عمر مشغولا في شيء من متاعه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة حين جاء الخبر أن عثمان قد قتل بمكة. نعم. فبايعوه على الموت، فكان ممن بايعه في الجماعة الأولى في الرعيل الأول عبد الله بن عمر. الله أكبر. ثم ذهب يبحث عن أبيه فوجده، فأخبره بشأن البيعة، فجاء عمر ويشتد، فوضع كفه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه. فعبد الله كان رجلا صالحا بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال نعم العبد وعبد الله لو كان يقوم الليل. وذكر لحفصة أن عبد الله رجل صالح. لما رأى تلك الرؤيا. لما رأى تلك الرؤيا. فمع ذلك عمر بن الخطاب أقصاه، أمر أن يحضر فقط للشورى والحسم، وليس له من الأمر وليس له من الأمر شيء. كأنها تعزية له وتسلية. وهي أيضا وصية لعبد الله أن لا يطلب هذا الأمر أبدا. عبد الله وقد عمل بها، قد عمل بذلك حتى في أيام يزيد. وحتى في أيام الحجاج، أيام عبد الملك، وقبل ذلك في أيام عبد الله بن الزبير، وكتب بيعته وهي في صحيح البخاري لعبد الملك بن مروان. الله حين اتفق عليه الناس. طيب سماحة الشيخ، كذلك الحسن بن علي بن أبي طالب، لما طلب أهل العراق من علي أن يوليه قال لا أتحمل أمركم حيا وميتا. الله أكبر. قد تحملته حيا فأرده إليكم. أولئك كتب في فعلي بن أبي طالب لم يوصي بالأمر لأحد، وامتنع هو أن يرشح، مجرد ترشيح. الحسن بن علي الذي هو سيد من الحسن والحسين رسول الله، سيد شباب الجنة، وأيضا الشهادة له بالسيادة بالخصوص في قول المسلمين إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين بيئتين عظيمتين المسلمين، ويجب الإيمان بأنه من أهل الجنة. صحيح. حسن والحسين يجب الإيمان بأنهما من أهل الجنة، وأنهما سيدا شباب الجنة، وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. ومع ذلك لم يرشح علي بن أبي طالب أحدا منهما. رضوان الله عليهم أجمعين. طيب سماحة الشيخ، يعني ننتقل إلى مسألة أخرى، قضية تحديد مدة الحاكم. يعني الآن بعض الناس يستدل بأن أبا بكر رضي الله عنه حكم حتى مات، وكذلك عمر حتى طعن، وعثمان حتى قتل، وعلي حتى قتل، وكأنهم يقولون بأن وقوع يعني هذا الأمر ملزم للناس، يبقى ليس حاكما. ليس حتى هذا صحيحا في الأصل. لكن هؤلاء جميعا الذين ذكروا لم يمت أحد منهم إلا وهو في أشد قوته وتمام نشاطه. فثلاثة منهم عمرهم على عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة، أبو بكر وعمر وعلي. كلهم 63 سنة. نعم عثمان تقدم به العمر فوصل 81 سنة، لكن كان في أشد قوته وعقله وتدبيره وحفظه لكتاب الله وضبطه وإمارته. نعم. ومع ذلك مل الناس من طول ملكه
وتململ وحصل فيهم ما حصل. نعم. فمن الصعب جدا أن يقتنع الناس بمدة طويلة من الحكم. نعم. ولهذا في ولاة الأمصار وهم بمثابة رؤساء الدول اليوم أوصى عمر أن لا يبقى أحد منهم في الحكم أكثر من 4 سنين. سبحان الله. وقد أخرج أحمد في المسند عن عامر الشعبي رحمه الله أن عمر كتب في وصيته أن لا تبقوا واليا لي واليا على مصر أكثر من سنة وأمهل الأشعرية 4 سنين. أبا موسى. أبا موسى الأشعري. نعم. فلا يترك والي على مصر أكثر من 4 سنين، لأن 4 سنين هي التي هي أكثر ما تركه عمر. هي 4 سنين للأشعري، لأبي موسى الأشعري. ففي الحديث في الأثر الآخر أن عمر قال لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين، فإن كان عدلا مله الناس وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين، وقد ذكر ذلك أهل السير. سبحان الله. إيه نعم، كان عدلا مله الناس، ولهذا عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص عن العراق. نعم. بسبب شكاية بني أسد حين اشتكوه. صحيح. وقالوا إنه لا يحسن أداء الصلاة فيهم. نعم. فقال والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. نعم. فقال عمر ذلك الظن بك. نعم. وتعرف خطبة سعد في الصحيح. صحيح. والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. الله. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا وضل سعيي. الله أكبر، رضي الله عنه. فكان عمر يعزل بعض الولاة، ولذلك في وصيته عندما جعل سعدا من الستة ذكر فإني لم أعزله عن خيانة. نعم. نعم، لم يعزله عن ضعف ولا عن خيانة. نعم، إنما عزله مراعاة للناس فقط. والإشكال الآن سماحة الشيخ أنهم يعني يريدون تطبيق على هذا على يعني بعض على ولاة الأمصار ممن فقد القدرة أصلا. لا، هذه ولاة الأمصار ليس حكمهم كحكم الإمامة إجماعا. نعم. ولذلك أصلا لا يبقى أحد منهم أكثر من 4 سنين كما في وصية عمر. نعم. وإذا اتفق على زيادة تكون سنة تمديد مثل ما قوله. لا، حتى بالنسبة للإمام الأعظم أو الخليفة لو أنه الخليفة كان فاقد القدرة. فاقد القدرة لا، حينئذ يجب. قال العضد الأيجي في المواقف. نعم. قال إن الإمام يعزل لفقده لما أقيم من أجله. سبحان الله. يجب عزله لفقده لما أقيم من أجله. أي. فهو أقيم لإقامة الدين وسياسة. نعم. الدنيا، فإذا. نعم. عجز عن ذلك يعزل كما كالإمام إمام الصلاة. نعم. إذا عجز في أثناء الصلاة يتأخر مأموما. صحيح. وإذا تبين أنه غير متطهر أو انتقض وضوءه الصلاة يستخلف غيره ويذهب. صحيح. نعم. طيب سماحة الشيخ الآن الـ 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 لكن لا بد هنا من التنبيه إلى الفرق بين الإمام الأعظم الذي هو الخليفة وهو مفقود في زماننا هذا لا يوجد الآن، وبين ولاة الأمصار. ولاة الأمصار مثل والي الكوفة والي البصرة والي العراق والي مصر والي الشام. نعم. والي اليمن. نعم. في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء. نعم. هؤلاء ليسوا خلفاء. نعم. فلذلك حكام هذه الدول التي هي أقل. ايه؟ الشام الآن 4 دول. نعم. وهكذا جزئ المجزأ. مجزأ. نعم. فلذلك ولاة هذه الأمصار لم يكونوا يوما من الأيام بمثابة الخلفاء أبدا. نعم. فلا تؤخذ أحكام الخليفة وتعطى لرئيس دولة قطعة صغيرة من دولة هو عبارة عن جزء من إقليم. سماحة الشيخ الآن الشيء المعمول به بأن الإنسان يرشح نفسه ويلزم من ذلك أن يقيم مؤتمرات انتخابية وأن يذكر مسوغات ترشح. بعض الناس يعترض على هذا بقول ربنا فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. بالنسبة لهذا إذا كان لتزكية نفسه بأنه تقي وبأنه ورع وبأنه رجل آخرة، لكن بالنسبة للدنيا هو لا يزكي نفسه إنما يزكي مشروعه. نعم. ولديه مشروع برنامج هو كذا وكذا، هذا البرنامج أعرضه عليكم. نعم. فأنتم إذا صوتتم تصوتون لهذا البرنامج لا لهذا الشخص. نعم. فلذلك لا بد أن نفهم أن الدستور هو عقد حضاري مدني بين الأمة أو الرعية وبين الحاكم. نعم. فلذلك على هذه علاقة تعاقدية. علاقة تعاقدية، نحن اخترناك على أساس هذا البرنامج. نعم. فإذا طبقته لنا لم تخننا. نعم. وصدقت معنا، وإذا تركت بعضه أو قصرت فيه فأنت خائن. نعم.
ولذلك هو ملزم بما قدمه في برنامجه. نعم. ولا بد من الإيفاء به. نعم. بإكماله. يعني هذا غير داخل في النهي. نعم. وهذا البرنامج هو مثل برنامج يوسف عليه السلام. إني حفيظ عليه. أي نعم. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه مترشح. نعم. ولم يرشح نفسه ولم يقل إني تقي كريم. نعم. وإنما قال إني حفيظ عليه. صبرت في السجن ولا لا. قال إني دعوت إلى الله ولا. لا. وإنما لم يقل إني نبي مرسل ابن نبي مرسل ابن نبي مرسل ابن خليل خليل لله ولا أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لا هو يرشح برنامجا. نعم. هذا البرنامج هو الذي يعرضه على الناس. إيه يعني أنا قادر على أن أخلص مصر من هذه الأزمة التي حصلت. إيه نعم على وجه هذه الخطة. خطة إيه نعم. واضحة. نعم. هي أنه حفيظ وعليم. نعم. عليم اقتصاديا. يعني قضية عرض البرنامج وكذا ليست من التزكية في شيء. ليست من التزكية في شيء. جزاك الله خير. طيب شكل الدولة، هل للدولة شكل ملزم؟ لا ليس للدولة شكل ملزم، فالدولة رمزها البيعة. نعم. والبيعة بذاتها ليست على شكل واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار بالعقبة على بيعة النساء. نعم. على ستة بنود. لا يشركنا بالله. إيه نعم. مثل هذا ما قال الله في النساء، إذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. نعم. فبايعهن بايع الأنصار بيعة النساء. نعم. ولما جاء مهاجرا إلى المدينة وكان قبل معركة بدر بقليل وأراد بدرا بايعهم على القتال. نعم. بايع الذين حضروا على القتال، وتحت الشجرة بالحديبية بايع الناس على الموت. نعم. وبايع عشرة من أصحابه ألا يسألوا أحدا شيئا. نعم. سبحان الله. وبايع جرير بن عبد الله على النصح لكل مسلم. نعم. فليست البيعة نمطا واحدا. نمطا واحدا. نعم. وهي رمز الدولة. نعم. فلذلك أسلوب الناس في الحكم مختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أسلوبه في الحكم، الدولة في زمانه دولة عسكرية أساسا. نعم. فهو قائد الجيوش، لذلك خرج في أكثر من 17 غزوة. نعم. يقود الجيوش. عليه الصلاة والسلام. نعم. من وراءه من بعده من الخلفاء ما خرجوا في غزوة، خرج أبو بكر في غزوة واحدة، غزوة وادي. نعم. الحطب، ثم نصح بعدم الخروج من المدينة فما خرج منها. نعم. حتى توفاه الله. نعم. ولا خرج عمر إلا حاجا أو معتمرا. نعم. ولا خرج عثمان إلا حاجا أو معتمرا. علي بن أبي طالب لم يخرج لقتال الكفار، وإنما ولى قتال الكفار في خلافته زيادة بن أبيه. نعم. فهو الذي أمره على خراسان وولاه قتال الكفار. نعم. وقال من اقتنع بقتال هذه الفئة الباغية فليلتحق بلوائي مع سهل بن حنيف. نعم. ومن لم يقتنع بها فليذهب إلى لوائي زياد بن مع أبي. زياد بن أبي. فعقد لوائين. نعم. رضي الله عنه. من اقتنع بالقتال هذه فصحى. نعم. ولم يجبر أحدا على رأيه. صحيح. علي يرى إباحة دماء الخوارج وإباحة دماء. نعم. الناكثين وإباحة دماء الباغية. نعم. ولكن لم يجبر أحدا على ذلك. من لم يريد ذلك جعل له مجالا آخر. نعم. هو أن يذهب مع زياد لقتال الكفار الذين. نعم. جزاك الله خير سماحة الشيخ، ولعلنا إن شاء الله في حلقة يعني قادمة نعرض لنموذج بعض الحكام الصالحين المذكورين في القرآن من أمثال سليمان عليه السلام وذي القرنين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. إخوتي وأخواتي، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. إلى ذلك الحين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم